وكذلك حفظك الله، يسأل شخص آخر يقول: كتاب فتح القدير للشوكاني. هذا طيب في الجملة، في الجملة طيب، فيه نقولات الشوكاني رحمه الله لم يعلق عليها، فيها خطأ في العقيدة وفي التأويل، نقلها برمتها ولم يعلق عليها. فهذا مما قلت لكم، للعالم لا بأس يقرأ ويأخذ الجيد ويترك الردي. نعم.